الأكاديمية بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وهتكون الاختبارات بالمجان متاحة أمام اللاعبات من مواليد 2005 وحتى 2009. وهيشرف طبعا على فريق ويشرف على فريق مواليد 2005 كابتن أميرة يوسف مدير أكاديمية الأهلي للكرة النسائية، واللي أكدت إن عدد من لاعبات الأكاديمية هيبقوا منضمين ومتواجدين في صفوف الفرق المقررة تكوينها. يعني خطوة رائعة طبعا من مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن الكرة النسائية هيكون ليها حيز كبير جدا من الاهتمام في المستقبل، وأصبحت من شروط رخصة الأندية للمشاركة في البطولات الأفريقية. ده حاجة مهمة جدا. انتوا شايفين طبعا ان السعودية بتعمله في الكرة النسائية، وشايفين العالم كله اهتمام بالكرة النسائية بقى عامل ازاي، كمان شايفين الفترة اللي رئيس الفيفا نفسه بيتكلم عن ان كاس العالم للكرة النسائية هيبقى حدث مش عادي، ولازم يبقى بقدر وقيمة الكرة الرجالية، هيتابعوا 4 مليار مشاهد حوالين العالم. فدي نقطة مهمة جدا ان انت تبقى كمان بتضيف الكرة النسائية في مصر بشكل تدريجي. النادي الاهلي دلوقتي طبعا هيبقى ليه دور في الكرة النسائية، وده دور مهم، لان النادي الاهلي عايز يحافظ على رخصه، وعايز يحافظ على استمراريته للنجاح، وعايز يحافظ على تفوقه، والفرقه دي هتبدا على طول بالمنافسه يعني. فبالتالي اختبارات مهمه، ومهم ان يبقى في عناصر شابه من الفتيات اللي هينضموا ان شاء الله للفرق دي، يطعموا بيهم بعد كده الفريق الاول اللي هيتم تكوينه ان شاء الله.